تحت شعار بالحوار نبني وطن، دشن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب بطولته الرمضانية الثانية، وذلك في الصالة المغلقة بحضور رسمي وجماهيري كبير. نحن سعيدين في هذا اليوم في تدشين النشاط الرياضي للمؤتمر الشعبي العام المتعودين عليه في كل سنة. البطولة تشهد هذا العام إضافة لعبة الكرة الطائرة بعد أن اقتصرت على كرة القدم العام الماضي، والتنافس في القدم بتواجد 10 فرق و80 لاعبا. نحن في السلطة المحلية ندعم هذا مثل هكذا فعاليات لتخدم شبابنا في هذه الظروف القاسية، إلا أننا نشعر أن الشباب كلهم متفاعلين في هذا الظرف، وخاصة في القطاع الرياضي على وجه الخصوص. دوري الحوار الوطني برعاية المؤتمر الشعبي العام بمديرية الظهار وفرع المحافظة في إب، وبجانب رعاية مديرية الظهار ممثلة بالشيخ عبد الواحد الصلاح والأخ العميد علي عبد الله الوعداني مدير مديرية الظهار. يتكون الدوري من 10 فرق، كل فريق 8 مشاركين. إن شاء الله يبدأ الدوري في يوم 12 رمضان وينتهي في 24 من رمضان إن شاء الله. التفاعل مع هذه البطولة بدأ واضحا من المواهب المختلفة، والتي ترى مثل هذه البطولة فرصة صقل الموهبة وإظهارها للمختصين. المؤتمر الشعبي العام يجسد اهتمامه بالشباب حتى في أيام الشهر الفضيل من خلال الفعاليات المتنوعة. بندر الأحمدي، اليمن اليوم، صالة إب المغلق.